طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا بنتكلم على التجربه اللي انا عملتها في سنه 93. كانت البدايه سنه 93، على اساس ان الواحد يستخدم مواد طبيعيه في البناء، ومن غير ما نستعمل خرسانه مسلحه، وفي نفس الوقت نقدر نستفيد من العائد الاستثماري للبيت، بحيث تقدر المواد الطبيعية تقدر تستمر معانا لفترات طويلة، ويقدر صاحب البيت يستفيد من البيت مش مجرد 50 سنة ولا حتى 100 سنة والبيت نفسه بيقع وبيشرخ ويحصل له مشاكل، خاصة في المنطقة اللي هي الموجودة في شرق السعودية، اللي هي منطقة رطبة جدا جدا، في نفس الوقت درجة الحرارة مرتفعة يعني، فالحديد هناك ما كانش بيقدر بيستحمل. فقابلت واحد صاحب بيت وكده كان عازم البيت، فكان بيسألني يعني هل في إمكانية إن احنا نعمل نوع تاني من الإنشاءات وكده. فقلت له طبعا ممكن نستخدم المواد الطبيعية، وهي دي اللي بتقدر بتخلي البيت يصمد يعني قدام العوامل الجوية السيئة، وفي نفس الوقت يقدر البيت يتحمل. وقال لي ممكن نقدر نلبي كل طلبات الحياه فيها. قلت له طبعا يعني نقدر يلبي كل رغبات كل طلباتك انت، من حيث المساحات الواسعه، ومن حيث في وجود مثلا حمام سباحه داخلي وحاجات كده، بحيث تبقى الخصوصيه متوفره للناس الساكنين فيها يعني. فبدات تقريبا سنه 93 في التصميم في مدينة القطيف. كان الموقع الأرض كان في مدينة القطيف، كانت الأرض حوالي 600 متر، فعملت فيها التصميم وبدأنا التنفيذ سنة 94 يعني، في أواخر 93. كانت طبعا المشكلة هناك كانت هناك على البحر على طول، فكانت المشاكل يعني في التنفيذ وكده يعني. فطبعا قعدنا قبل نبحث على افضل مواد وكانت متاحه وتبقى اسعارها مناسبه، فكان هو لقينا الطوب هناك، الطوب الاحمر كنا بنجيبه من الرياض، من مصانع الرياض يعني، مصانع في الرياض، ويوصل لحد المنطقه الشرقيه. ده كان انسب ماده يعني. طبعا الطوب هناك بيتحمل يعني ضغط كبير جدا، حوالي يمكن 175 على سنتيمتر مربع، فأقدر أحمل منه، بيكون سمك الجدار صغير وأطلع منه أدوار متعددة يعني. فكانت التجربة بصراحة متميزة جدا وفريدة، لأن هو كان أول حد نقدر نشتغل بيه بالطوب يعني أدوار متكررة، وفي نفس الوقت يديني مساحات كبيرة، وأعمل يعني مساحات كبيرة وأعمل فيه ديكورات وزخارف أثناء البناء يعني، وفي نفس الوقت أنا أعمل فيه ليفلز داخل البيت وحديقة داخلية يعني، أعمل فيه كل متطلبات أو القيم الجمالية حتى للعمارة الشرقية أو العمارة العربية يعني، وفي نفس الوقت يتمتع بالخصوصية وكده يعني. فالحمد لله يعني بدأنا فيها التجربة. طبعا كانت التجربة كانت صعبة جدا، لأن ما كانش بالنسبة للبنائين والعمال، دي كانت مشكلة صعبة جدا، وخاصة يعني في السعودية لازم يكون في تأشيرات وتحضير سكن عمال يعني، موضوع كان صعب جدا يعني. لكن الحمد لله بتوفيق من ربنا يعني، ابتدينا ان احنا نرتب نعمل الترتيبات دي كلها، وننزل نقدر نبتدي في العمل يعني على بداية نهاية 93 او 94 يعني. وطبعا اول ما ابتدينا كانت كل الناس كانت يعني مستغربه من الشكل، او احنا ازاي احنا بنشتغل من غير اعمده، وبنطلع ادوار حتى سلالم وحتى كل حاجه في البيت من غير خرسانة ومن غير اعمده ومن غير اسقف خرسانيه، وفي نفس الوقت في زخارف جميله جدا نقدر نعمل ديكورات اثناء البناء كمان، فدي بتوفر كمان اعمال للديكورات اللي هو داخل البيت. فبالتالي كانت تجربة يعني متميزة جدا يعني، وكنا متفردين فيها احنا في المنطقة الشرقية. طبعا بعد ما خلصنا البيت حوالي سنة 95،
كان في إقبال كبير جدا، أنا نفسي فوجئت بيه من الناس كتيرة، جم شافوا البيت وعجبهم جدا. فبدل ما كان مجرد يعني بيت واحد، كان ابتدى يعني مع نهاية 98 كان في حوالي 6 في نفس المنطقة الشرقية، من أول القطيف وفي هات في بلد تاني اسمها سعيهات جنبها، وفي الزهران برضك عملنا بيت هناك. فكانت الناس كانت معجبة جدا جدا بالشغل فيه يعني، وكانت مقبلة عليه جدا يعني. في خلال مثلا 5 أو 6 سنين أو ابتدينا نعمل حوالي 6 بيوت أو 7 بيوت تصميما وتمييزا. طبعا ده كان مجهود كبير جدا يعني، في خلال كان بيت اللي احنا كنت ابتدي فيه كتصميم وتنفيذ يعني. لكن الحمد لله التوفيق عند ربنا يعني، ابتدينا نشتغل فيه وكده باذن الله، والحمد لله ربنا كرمنا وكده. وبعدين كده ابتدت بقى مرحله التشطيبات. مرحله التشطيبات دي بتبقى عاديه جدا جدا يعني، وكشغل عادي، بس بتبقى فيه حاجات بسيطه جدا الواحد لازم يراعيها في اثناء العمل اللي هو في التشطيبات، سواء بالنسبه للكهرباء او بالنسبه للميه او بالنسبه لاي توصيلات هو محتاجها يعني. لازم نكون في حاجات ملاحظات بسيطه جدا لازم يعملوا منها ازاي، لكن هو كل شغل بعد كده بيتم عادي جدا، سواء الكهرباء او تغذيه الميه او الصرف او الحاجات دي كلها يعني. فطبعا هي كانت تجربه، كانت الحقيقه يعني كانت متميزه جدا، وكانت يعني عطت تميز خالص للبيوت اللي هناك او للعماره الشرقيه بصفه عامه، لان انا كنت حابب بصراحه ابعد عن العماره التجاريه اللي هي مش مجرد ان انا ابني بيت وخلاص. انا لازم ابقى في قيم جماليه ومعماريه يعني بتتضمن يعني البيت نفسه، مش مجرد ان انا اعمل بيت وخلاص وامشي وخلاص واشوف بيت تاني وثالث وعاشر. لا، الفكره ما كانتش كده يعني. الفكره ازاي ان انا اعمل بيت متميز في شكله وفي العوامل اللي يتحمل العوامل الجويه، وفي نفس الوقت يقدر صاحب البيت يستثمر بيت، مش فرد بيته بعد سنه حتى لو 50 سنة أو 60 سنة. طبعا هناك عشان زي ما قلت العمل هو سريع جدا، بينهار الحديد وكده، والصاله عاليه جدا هناك. فاستخدمت كل طبعا الافكار بتاعت اللي هي موجوده في العماره الشرقيه، اللي هو سواء اللي موجوده في الخليج او موجوده في مثلا في ايران وباكستان او العراق او المنطقه نفسها يعني، بحيث ان انا اعمل افنيه داخليه وفي ملاءه في الهواء اللي هم بيسموها البداجير. البداجير ده بياخد الهواء من 4 اتجاهات عشان يلطف درجه الحراره. طبعا احنا كان عملنا دراسه كمان عشان لو حبينا نعمل تكييف وكده، حوالي التكييف احمال التكييف نزلت حوالي 40%. يعني انا لو بعمل البيت يتحمل تكييف مثلا 20 طن، فانا بشيل منهم حوالي 8 طن يعني كتكييف. يعني حاجه فاتوره الكهرباء بتكون متميزه جدا، بتكون ممتازه جدا الكهرباء. صاحب البيت يعني من حوالي من سنه قال لي ان هي بتقل معاه يمكن حوالي 60% يعني عن البيت العادي، بالرغم ان المساحه حوالي الدور الواحد 360 متر يعني، فعلى الدورين بيبقى حوالي مع القبو او البيسمنت او البدروم بتكون حوالي 1000 متر يعني، فبيدفع حوالي بتقل معاه حوالي 60% في فاتوره الكهرباء. كل ده نتيجة سمك الجدران والتهوية الطبيعية، بالإضافة إلى أشكال اللي هي الأسقف اللي هي القباب أو البولت أو كروز بولت يعني، اللي هو القاب أو التقاطع اللي هو القابوين. كل دوت بيأثر كتير جدا جدا في استهلاك الكهرباء يعني، فبالتالي بتكون مفيدة جدا يعني. زي ما كنت قلت إنها بتبقى استثمار ناجح جدا لصاحب البيت يعني، ويقعد معاه إلى ما شاء الله طبعا. وزي ما قلت انا بشتغل يعني بستغل كل الافكار اللي هي الحاجات اللي كانت موجوده في العماره الشرعيه، من مشربيات وافنيه داخليه وتهويه وحاجات كثيره جدا، والمدخل المنكسر عشان يطيح الخصوصيه للبيت،
وحركه الضيوف لحد حد معين وبتنتهي، بعد كده تبقى حركه اهل البيت نفسهم جوه منفصله تماما عن حركه الضيوف. يعني المواضيع ديت كلها اخذتها في حسابي اثناء التصميم واثناء التنفيذ. طبعا التنفيذ بيبقى متعب جدا، لان هو بحتاج اعمل تفصيليه لكل جزء من البيت، لكل حيطه لازم اعمل تفصيليه كشوب دروينج يعني، بحيث انزل البن ينفذها في الطبيعه، لان الموضوع مش زي الخرسانه مجرد ان انا حد نجار ولا حد عنده خبره ينفذ وبس، لا دي لازم يكون متابعه يوميه للعمال، لان كل حيطه زي ما انا بقول ليها شكل تاني وليها شكل الديكورات بتاعتها والزخارف بتاعتها، وعشان بتبقى كل غرفه سقفها او الديكور بتاعها متميز عن الغرفه اللي قبلها او اللي بعديها، يعني مش كل سقف الغرف زي الخرسانه مختلفه تماما، يعني كل سقف غرفه منفصل، كله ليه ديكورات منفصله وشكله منفصل تماما عن الغرفه اللي بعديه او اللي قبليه، فبالتالي بيعمل عنصر تشويق للبل داخل البيت يعني او الساكن فيه، لان بيستمتع جدا بالبيت، مش مجرد ان هو سكن ينام فيه وخلاص، لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع كنا لازم نحاول نرجع الجمال شويه او السكون والهدوء للبيت نفسه، مش مجرد ان احنا بتاع دوت مثلا ادخل على صاله المعيشه اكشف كل البيت واعرف رسمات البيت اوله واخره فين، يعني ده لا منفصل، كل ما امشي خطوه في البيت الاقي عنصر تاني بيظهر لي، مره سواء افنيه مفتوحه سواء بركه سباحه او حمام سباحه، سواء ان انا في ليفل طالع او في ليفل نازل، يعني قصدي بيبقى عنصر التشويق مهمه جدا جدا في البيت دي، عشان كده كانت ناجحه جدا الحمد لله، يعني فضل ربنا كان ناجح جدا الموضوع دوت، كان هناك في خاصه في السعوديه يعني، وبتاع لما رجعت هنا طبعا في مصر عملت حوالي يعني كان جزء من شالات من قريه سياحيه كانت في مدينه الاسماعيليه على قناه مباشره، بالاضافه للفيلا لصاحب الشركه اللي انا كنت بعمله اللي هي قريه سياحيه في مدينه فايد، برضه كان على مستويين، دور ارضي ودور اول بتطل على قناه السويس مباشره، فكانت برضه كانت متميزه جدا في شغلها وفي كل حاجه. اخر شغل عملته كان انتهى يعني الحمد لله فضل من ربنا 2017، كانت عباره عن قصر كبير على مساحه ارض 1300 متر، في برضه نفس العناصر بس عناصر كتيره بالاضافه للحمام السباحه والفنيان المفتوح اساسي، يعني الحاجات دي كلها اساسيه يعني، بس مساحه الغرف طبعا اكبر، وكلها طبعا من غير اعمده ومن غير خرسانه ومن غير اسقف خرسانين نهائي يعني على الدورين يعني، فالحمد لله كان فضل ربنا يعني، كانت طبعا ابتدى اعمال تنتشر هناك، وحتى في المجلات المعمليه والجرايد زي جريده الشرق الاوسط وجريده الجزيره ينزلوا مقالات يصوروا البيوت، لان كانت بالنسبه لهم حاجه غريبه جدا ازاي يعني وسط الخرسانات او غابات الخرسانه الموجوده هناك في الخليج او في السعوديه، ومع حاجات بقمه التكنولوجيا احنا بنعمل بيوت لسه البنا بتتعمل بيوت هاند ميد يعني كلها بالطوب ومن غير ما نستعمل لا خرسانه ولا حديد ولا اي حاجه، كانت كلها عباره عن حرف يدويه الحمد لله قدرت اطورها مع جميع الجنسيات، يعني حتى الابوب والحاجات دي الناس كتير اشتغلوا فيها يعني، من اول الهنود والباكستانيين وحتى الفلبينيين يعني ابتدوا يشتغلوا فيها كعمال، ابتدى ادربهم واعلمهم ازاي يبتدي يعمل الحاجات دي، والحمد لله ابتدى يظهر الشغل بمستوى رائع، والحمد لله ربنا اكرمني طبعا في بجائزتين يعني، جائزه من منظمه العواصم والمدن الاسلاميه سنه 2001، وفي جائزه من جامعه الدول العربيه للاعمال البيئيه، كنت انا برضك واخد الجائزه الثانيه بعد شركه اوراسكوم على طول، بخصوص برضك للتطبيقات البيئيه في البونة وكده يعني، فالحمد لله كان الجائزتين دولت يعني كانوا مؤثرين جدا طبعا، بالنسبه لي كانت نتيجه اعمال
الواحد عمله الحمد لله يعني. وترشح يمكن شغله اترشح يمكن مرتين ثلاثه في الاغاخان، اخرها كان 2006. فالحمد لله يعني ابتدى شغل يظهر وابتدى الناس تسمع عنه يعني وينتشر اكثر واكثر يعني. بس هو يعني هي في نفسها كانت التجربه كانت متميزه جدا، والواحد صراحه انا اتعلمت كل اللي فيه ده من الحاجات الموجوده يعني. انا ما جبتش حاجه من بره او جبت حاجه من او انا كل بس اللي انا اخذت كل اللي هو الموجود عندنا في الفلل والمساكن والحاجات دي كلها والقصور، وطورت منه بحيث يبقى حاجات تلائم العصر الحديث يعني، بحيث مش مجرد ان انا بعمل فيلا وخلاص او كده وبنفس الطراز القديم. لا الفكره مش كده خالص، الفكره ان انا ازاي اعمل مباني بتحمل الفكر والقيم الجماليه اللي هي القديمه، لكن في نفس الوقت متطوره وتقدر تعيش معايا لمئات السنين. لان الطوب طبعا ميزته ان هو ممكن تقدر يعيش الطوب معاك لمئات السنين ما يتاثرش بحاجه، لان احنا بس هي كل المواد المبنيه منها الفيلا كلها الطوب والاسمنت والرمل فقط لا غير يعني، ما عندناش اي حاجه ثانيه يعني. لان ميزه الطوب زي ما قلت بيتحمل العوامل الجويه اللي صعبه، زي معمول حتى منا لو احنا بنشوف القناطر الخيريه عندنا في مصر، القناطر دي كلها معموله من الطوب وسط النيل يعني، والميه بتجري من حواليها يعني، فهم في الحد في نفس الوقت لسه عايشه يعني. فبيتحمل، ومباني رشيد طبعا نفس الحكايه بيتحمل يعني الحمد لله سنين طويله جدا جدا، مش مجرد بيت وينهار بعد كام سنه يعني. فدي كانت الميزه الاساسيه فيه. وفي نفس الوقت ان انا طورت من الحاجات دي، ان انا اعمل دور تاني وتالت، كل ده من الطوب بطريقه معينه يعني في الانشاءات، بطريقه معينه في الانشاءات، بحيث ان انا عندنا يكون متوفر اللي هو الخصوصيه بتاعت البيت، وفي نفس الوقت الحركه سهله داخل البيت للساكنين نفسهم يعني. لكن حركه الضيوف زي ما قلت كانت بتقف عند منطقه معينه وبتنتهي على كده. فالحمد لله طبعا دي كانت انا بالنسبه لي كانت تجربه يعني متفرده، ان ما حدش ابتدى يعمل دورين وثلاثه واربعه بمساحات كبيره كده، على مساحات كبيره دي كنت انا كانت اول مره كان حد يعملها يعني بالطوب الاحمر. ان هو كانت التجربه نفسها ان انا اعمل دورين وثلاثه حتى اربع ادوار من الطوب وفي نفس الوقت الاسقف بتاعتها زي ما انا قلت ان هي عباره عن قباب او فولت او يعني قبو او قبوين او تقاطع ابوين، او في نفس الوقت بعمل زخارف وديكورات على السقف نفسه وعلى الجدران نفسها يعني. فهي دي كانت خلاص التجربه يعني الحمد لله لحد سنه 2017. وحاليا لو في اي استفسار يعني انا حاضر عليه يعني. لا في أسئلة يعني. السلام عليكم باشمهندس علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بحيي حضرتك على المحاضرة القيمة دي. في أسئلة عندنا، هنبدأ الأول بالمداخلات. باشمهندس أسيل تفضلي. السلام عليكم. صوت واضح؟ صوت واضح. اهلا مهندس، يعطيك العافيه. انا قاعده اتابع اعمالك، ما شاء الله وايد مميزه، وكنت حتى بعت لك مسج ورديت عليه يعني، يعطيك العافيه. احنا كان سؤالي عن الكويت ومدى امكانيه عمله يعني، وجود حاليا يعني مشاكل في نقص العماله على نقص المواد، فشنو امكانيه ان نفس الفكره نطبقها في الكويت؟ والله الكويت كان انا سنه 97 كان في برضه فكره عند واحد من الكويت وكذا، كان شغال في شركه البترول يعني هناك في الكويت، ورحت زرت بيته عنده وكذا والسكن والقطع في الارض وكذا. بس كانت هي المشكله زي ما انت قلت حاليا، ان هو الطوب مش متوفر كتير قوي
في الكويت، طبعا الطوب الاحمر فخاري متوفر في الكويت، فكان لازم يجيبه من السعوديه. طبعا ده بيعمل مشكله وتكاليف عاليه شويه، فذلك الصعوبه الثانيه. الصعوبه الثانيه موضوع العماله، يعني زي في السعوديه كده لازم تاشيرات ولازم سكن، يعني كانت محتاجه موضوع يعني ياخد اجراءات طويله شويه يعني. فهو ده للاسف هو ده اللي كان الصعب شويه في الكويت يعني. فما اعرفش دلوقتي هل دلوقتي الوضع اتغير ولا ما اتغيرش. الكلام ده يعني يمكن اكثر من 20 سنه ولا حاجه، فما اعرفش الوضع اتغير حاليا ولا لا يعني. هو القصد ان العماله هل هي في عندها قدره؟ والله انا من خلال تجربتي العماله، لو واحد اي بنا كويس، هو بنا طوب محترف يعني، بغض النظر عن جنسيته ايه، ممكن يعملها. لكن موضوع نيجي على القباب والحاجات دي، طب محتاج يعني تدريب كتير، محتاج حد يدربه كتير ويبقى حد معاه يعني اعمل كذا ما تعملش كذا لحد ما يتعود عليها ويبتدي ينفذها. وممكن ينجح ممكن ما ينجحش. العماله اللي كانت معايا هي كانت بتشتغل من 20 سنه، في منهم واحد او اثنين بس موجودين في السعوديه حاليا، طبعا كبروا في السن وكده، ف دولت ممكن يجوا يعني. في نفس ممكن في عمال طبعا الواحد ممكن يجيبهم من مصر، طبعا هم في مصر بيشتغلوا القضاب والحاجات دي بطريقه ثانيه باسلوب ثاني، بس مع التدريب ممكن يعملوها بطريقه كويسه، لان في مصر بيعملوا القبة بحيث ما تتحملش دور ثاني او ثالث يعني. انا الطريقه بتاعتي لا، لازم يعني ممكن بطريقه مع طريقه البنى بطريقه معينه تتحمل دور ثاني وثالث. زي مهندس انا حبيت اسال، في بعض الاشياء التقنيات هي موجوده يعني في بيوت الخليجيه القديمه، يستخدمون بعض مثل ما تقول هي مش مراوح بس طريقة معينة على أساس تهوية البيت، يصعد الهواء الحار لأعلى، فهذه التقنيات هم بعد تصلح مع الفكرة اللي أنت تقصدها. أيوة، ما هو ده اللي أنا عملته بالضبط في البيوت، حاجة اسمها اللي هي البداجير. البداجير ده بياخد الهواء من أربع اتجاهات، وبس لازم يكون مفتوح معاه عشان يعمل طيار الهواء يعني، عشان الرطوبة محتاجة طيار هواء كبير جدا يعني، مش محتاجة تبريد لا يعني. مثلا في الرياض والحاجات دي الجو جاف، فمش مهم يكون طيار الهواء شديد يعني، لكن في الخليج لازم عشان أحس بالبرودة لازم يكون في أعمل طيار هواء. طيار الهواء ده لازم تكون مفتوح بتجير، وفي نفس الوقت عندي فناء مفتوح عشان ياخد منه الهواء البارد الموجود في الحوش ويطلعه تاني ويدخل الهواء السخن وهكذا يعني، سيركوليشن يعني، يتعامل سيركوليشن. الى ان هذا قصد، ان احنا يعني احنا عندنا نيه نبني بيت وعاوزين فكره الحوش اللي هي الكون داخلي داخل البيت. فكل بيت طبعا احنا هنا في الكويت ما حد قاعد يعملها بسبب الحراره الشديده، عندنا حراره شديده كبيره طبعا. بس قاعد زي في المنطقه الشرقيه بالضبط يعني، زي الدمام وكده نفس درجه الحراره مثل داخل الكويت اشد طبعا. اي احنا جونا عاده جاف وحار يعني، بالصيف نوصل 50 فوق ال 50 يعني. صحيح. ان احنا نعمل يعني بعض هذا التكنيك القديم ممكن يساعدنا يعني، والداخل يكون فيه تكييف يعني، هذا كانت الفكره. فما ادري هل هذه تمشي، ان يكون في حوش بالطريقه في عمل تيارات مثل ما انت تقول يعني. بالضبط كده، في ممكن يبقى في اللي هو التكييف سبليت عادي يعني، احمال بسيطه جدا مثلا بالكثير 3 طن ولا حاجه، لو الغرفه هيبردها تماما يعني. وحتى يعني انا كنت بقول لك ان الناس اللي هي البنت وعامل مثلا بركه السباحه، طبعا بركه السباحه ما فيهاش تكييف يعني، بس هم حتى الميه بتبقى بارده جدا جدا في عز شهر 7 و8 نتيجه استعمال الطوب نفسه وشكل السقف اللي عليه اللي هو القباب اللي هو شكل الدائري ده او الكوره، فبالتالي بتبقى درجه الحراره الميه بتاعت السباحه بارده جدا يعني، يعني بينزلوها بصعوبه حتى في شهر 7 و8 يعني. فدوت يعني اكبر دليل طبعا في الغرف. ممكن اي واحد يحط التكييف سبليت بسيط جدا، انا كنت بعمل كده مواسير للتكييف تبقى داخل الجدار، بحيث بعد كده يركب السبليت بتاعه وينزل المواسير بتاعته تبقى عاديه يعني، في وقت ان هو ما يكون محتاج التكييف يشغله على طول.
بس كده يعني. يعطيك العافية، يعطيك العافية مهندس. إن شاء الله إحنا نحاول نتواصل معك بعدين ونشوف يعني شركات اللي عندنا ونشوف شو الإمكانية يعني، لأن فعلا عندنا رغبة بأن نستخدم هالأسلوب يعني. والله يسهل إن شاء الله، يعطيك العافية. الله يبارك، شكرا. في أسئلة باشمهندس في الشات، يعني كان في ناس كتير طلبة باشمهندس لو عرض أمثلة بالصور بحيث إن الناس يعني يبان لها الوضع أكتر، يعني هل في إمكانية؟ طيب. في إمكانية. أنا بس يعني فتح اللابتوب ظاهر عندك ولا برضه ظاهر؟ لا يا دكتور، لا يا باشمهندس مش ظاهر عندي والله. هو اسمه إيه؟ ما أنا قلت له هو برضك اورينتال اركتكت يعني. طب انا اخش ثاني من جديد. الو، الو، ايوه يا باشمهندس حضرتك، انا هعمل لحضرتك اهو كورس بس حضرتك تبدا تعمل شيء. هو ظهر كده، هو كده. تمام، ظهر يا باشمهندس. طيب هحاول كده ظهر حاجة؟ تمام يا باشمهندس، كده ظهر. طيب في اللي هو البي دي اف الفايل ظهر؟ تمام كده يا باشمهندس، ظهر. ظهر عندك اللي هو ظهر ظهر المعمار؟ ايوه بالظبط كده، ظهر عندي يا باشمهندس. اساسا حضرتك المعماريين متخصصون؟ هو صورة الصورة ظهر عندي. بس لو حضرتك تقفل الصوت في المايك على اساس في الموبايل على اساس بس ما يبقاش صدى صوت. هنا في المايك؟ في الموبايل، بس في الموبايل على اساس ما يبقاش في صدى صوت بس. طب انا هقفل في الموبايل. هلو؟ كده ظاهر؟ تمام. طيب الصور هي اللي احنا بنتكلم عليها؟ الو 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 ايوه يا باشمهندس، صوت حضرتك واضح. طب كده ظاهر الصور؟ الصورة كده ظاهرة دي؟ تمام يا باشمهندس، ظاهرة صورة مسجد تقريبا.
اللي هو البيت اللي هو الهيكل الانشائي. فيلا تمام. فيلا تمام. ده اول بيت اللي انا عامله والهيكل الانشائي هو ظاهر فيه مع انتهاء الهيكل الانشائي في شهر 7 سنه 95. ده اول بيت عملته هنا. ده زي ما واضح كانت البيت على الخليج مباشره يعني في مدينه القطيف، كان هو الدورين وديت قبب المدخل وده الجراج في الاول هنا، وفي اللي هي دي المكتبه وده البداجير اللي كنت بتكلم عليه بياخد الهواء من اربع اتجاهات، وفي نفس الوقت انا عامله بستغله سلم، السلم بتاع البيت الرئيسي. وادي التصميم المعماري، حتى التصميم المعماري بطريقه مختلفه والاظهار المعماري بشكل مختلف غير البيوت العاديه. ودي الواجهات بتاعته المرسومه من زمان. ودي الرسومات المعماريه الواجهات الرئيسيه بتاعته. دي اثناء تنفيذ الدور الاول. القبه زي ما احنا شايفين بتطلع من غير شده خشبيه، هو بس الارشات والفولت كله عليه شده خشبيه، بس القباب او القبه بنفسها من غير شده خشبيه تطلع مباشره بطريق حاجه اسمها المركز الحر. وبعدين ابتدي عندنا هذه برضك صوره من قريب لشكل البيت وعليه القبه بتاعت المجلس، ودي هنا المكتبه وده المدخل الرئيسي والبداجير في الخلف خالص. نيجي بقى من جوه بعد التشطيبات. دوت الصورة قدامنا هنا اللي على اليمين، ديت مجلس الرجال وعليه المشربيات، شبيك مشربيات، وده التقاطع الأبوين أو كروز فولت. وكل البيت هنا على فكرة التشطيبات بتاعته حتى مع التشطيبات والمباني كلها مواد طبيعية، يعني ده مش دهانات عادية، يعني دي دهانات من مواد طبيعية مكونة من الجير وعليها ألوان ونوع معين إنه بيلمع كده بيطلع شبه الرخام شوية، وهو نوع مغربي يعني بيجاب المواد بتاعته من المغرب. والسيراميك اللي في الأرضيات برضك طبيعي، مش من مصانع، مش نتيجة مصانع. وادي الجلسة بتاعت المجلس في اليمين والشمال وعلى الديكورات بتاعتها، يعني لان انا في نفس الوقت انا بعمل لها وانا ببني بعمل الجلسة اللي هي موجودة عندي على اليمين او الشمال. وده اللي بكلم عليه. ادي السيراميك، الصورة اللي تحت دي بتاع الارضية، ده سيراميك طبيعي يعني مصنع بالوحدة، مش مصنع من نتيجة شركات او كده، لا ده مصنع يدوي. ده عندنا الحوش زي ما احنا شايفينه، الحوش برضك نفس الارضيات، كل ده مصنع يدويا. وده السلم اللي بينزل على حمام السباحة اللي هو في البدروم. هذه الحوش اللي احنا بنتكلم عليه، طبعا بيعمل تهوية وداخل البيت ممتازة يعني. في نفس الوقت قاعد انا بستغل الحوش دوت بيعتبر كجلسة، بحيث لما انا اشوف لو في فصل الصيف بيبقى ممتاز جدا، بلاقي في تيار الهواء نتيجة الفرق يعني بين الهواء السخن والهواء البارد. دوت عندنا الصورة دي داخل حمام السباحة زي ما احنا شايفين الديكورات بتاعتها بالأرشات بالطوب الزخارف، كل دوت نتيجة برضك شغل الطوب. حتى وحدات الإضاءة مصنوعة في القاهرة طبعا كلها برضك شغل يدوي، مفيش حاجة مصانع أبدا يعني. فطبعا زي ما احنا شايفين الفراغات نفسها، الجمال الفراغات بتاعتها مميز جدا يعني، مش مجرد ان انا بعمل طوب يبقى المبنى فقير، لا ابدا بالعكس، لازم اخليه بضيف عليه بيدينا العنصر الجمالي بطريقه متميزه جدا يعني. ودي عندنا دي الجزء بتاع الاطفال اللي هو الصغير اللي هنا ده، والباقي بينزل على الاعماق الكبيره اللي هو حمام السباحه. والحمام السباحه متقسم زي ما احنا شايفين كده لكذا جزء يعني،
أجزاء 1-2-3 في جزء منه مفتوح للسماء وفي جزء مثقف للأدوار الفوقية. ديت اللي هو تقاطع القابوين اللي هو موجود عندي في قاعة الطعام أو غرفة الأكل يعني. وفي برضه تقاطع القابوين الناحية التانية زي ما احنا شايفين برضك وحدات الإضاءة بتدي ظلال بتعكس ظلال كل وحدات الإضاءة دي صناعة في القاهرة. والأخشاب أغلبه مصنع في القاهرة يعني. جزء من المشروبات كان مصنع في القاهرة. دوت البيت بعد ما انتهى حاليا ده المدخل بتاع المجلس. وفي عندنا هنا الجزء فيه 3 سلالم بيطلعون على المكتبة. ودي الواجهة الخارجية للبيت يعني. دي الواجهة الجنوبية وعليه زخارف الأوبا هنا. ده نفس الصورة على المجلس بل على ببني الأرش. وفي نفس الوقت ممكن أبني جلسة من تحت هنا يقدر استغلها كجلسة من غير ما أجيب قطع أثاث يعني. وطبعا إزاز ملون والحاجات دي كلها كل ده يدوي. ده غرف النوم للولاد وكده. طبعا عليها الديكورات بتاعتها كل غرفة زي ما انا قلت كل غرفة مخصصة يعني بديكورات مختلفة عن التانية يعني. ده غرف النوم بالدور الأول. وده برضك الأضاءة من الحوش. وهم في جلسات في إضاءات وفي النباتات أو الزرع يعني. أشكال متميزة جدا لأن بالنسبة للأرشات بيدي إيحاء وفراغات معمارية رائعة يعني. وفي نفس الوقت بيدي غنى قوي للبيت يعني. زي ما قلت مش مجرد إن أنا ببني بالطوب أو أبني حاجات تطلع البيت فقير يعني من الناحية المعمارية وما أقدرش أعمل فيه أشكال أو حتى ليفل أو أطلع فيه مستويات وأنزل مستويات أو أدوار. لا بعمل فيه كل حاجة يعني. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا أكرمني وأنا أقدر أعمل فيه كل حاجة يعني. زي ما احنا شايفين على الشمال ديت القبة المدخل. واللي على اليمين ده الممر بتاع غرف النوم اللي في الدور الاول. في بقى نخش على البيت الثاني اللي هو مساحة الارض على 1000 متر مربع. ده التصميم بتاعه اللي انا بقول بعمل للبيت على كذا ليفل مش ليفل واحد. لا بعمل ليفل هنا وفي جزء بيطل على اللي تحت واللي تحت يطل على برك حمام السباحه يعني. بعمل فيه الفراغات اللي انا عايزها واللي انا محتاجها يعني. ده مساحه الارض 1000 متر ومساحه الدور الارضي حوالي 600 متر. في عندنا هنا برضك في الرسومات هذه الرسومات المعماريه المساقط الافقيه والسكاشن والوجهات الرئيسية. زي ما احنا شايفين الليفل فيه بيتحرك على كذا ليفل داخل البيت يعني. ودي ميزة كبيرة جدا يعني. ده منظور داخل او قطاع منظور ايزومتري لداخل البيت بيوضح الليفل اللي انا بشتغل عليهم يعني. وفي كذا فناء كمان مش مجرد فناء واحد زي البيت الاول. لا ده في كذا فناء. في فناء اول واحد ده خاص بالمجالس الرجال وقاعة الطعام وكده. وفي مجلس خلفي خاص بغرف النوم وصالة المعيشة. ده البيت كان مبني على حوالي على دور ونص. احنا شايفينه اللي هو المرتفع دوت في الرسومات دوت البداجير. نفس الحكاية في كذا بداجير عندي برضو بقدر عشان اعمل طيار الهواء اللي انا كنت بحكي عليه. ده البيت بعد ما خلص الهيكل الانشائي. بس يمكن الصورة مش واضحة شوية. يجي هنا برضه ده البيت اللي على الشمال دي غرفة الطعام بعمل فيها نوافذ على كذا ليفل. وبعدين في هنا على اليمين ده مدخل اللي هو الرجال يعني على نص قبة. بحيث ان احنا بيبقى شكلها مميز جدا. وهنشوفها حاليا احنا دلوقتي مع التفصيلات. هذا شكل البيت بعد ما انتهى التشطيبات. زي ما احنا شايفين هنا
الليفل الكتير يعني الليفل طالع وليفل نازل، في ارتفاع مثلا دور، في ارتفاع دور ونص. نيجي عندنا هنا ديت القبة بتاعت صالة المعيشة قطرها حوالي 8 متر، كل ده طبعا وتنفذت بدون شدات خشبية بطريقة المركز الحر في المنتصف يعني. وده الحوش الأولاني اللي أنا قلت عليه اللي هو خاص بمجلس الرجال، وعليه بنفس برضك مكونات ومشربيات، كل خواص العمارة الشرعية أو القيم الجميلة بتاعت العمارة الشرعية كلها موجودة متوفرة هنا. دي القبة بتاعت المدخل، مدخل الرجال، وعليه الزخرفة بتاعتها، كل الزخرفة دي بتتبنى أثناء التنفيذ يعني، ما بعملش حاجة إضافية خالص، البنا هو يشتغل بيعمل الزخارف دي كلها. وده حمام السباحة موجود في البدروم نفس الطريقة برضو على كذا قطعة، متقسم على كذا قطعة اهو زي ما هو واضح في الصورة هنا. ده حمام السباحة بيتنقل بين الغرف، في جزء برضو للأطفال في الأول خالص، بيدي شكل مميز جدا. تاني حاجة بيبقى تهوية عشان بخار المية ما تكثفش على الجدران يعني. ده اللي على اليمين هنا ده المجلس، المجلس حوالي 5×8 والقبة قطرها حوالي 5 متر. وده برضك زي ما احنا شايفين حمام السباحة على كذا قطعة وكده، متقسم على كذا قطعة، بحيث برضك اللي قاعد في صالة المعيشة يقدر يبص عليه من هنا يعني، يبقى شايفه لكن ما يوصلش ليه. ده البيت برضك عليه الزخارف بتاعته بتاعت الطوب. نيجي على البيت الثالث، ده في البرق في القطيف. ده التصميم بتاعته نفس الحكايه، في بيت ده هنا في بدروم مع حمام سباحه وفنيق برضه زي ما باين في الرسومات اهو. ده البيت بعد ما انتهى الهيكل الانشائي. هذه البيت هو بعد ما انتهى الهيكل الانشائي، وادي صالة المعيشة من جوه. قطر القبة حوالي 5 متر، على ارتفاع يمكن حوالي 7-8 متر يعني، او قطر بتاعها 6 متر على ارتفاع 7 متر. ودي هنا بعض الصور لداخل الغرف بالزخارف بتاعتها زي ما انا قلت. اثناء التنفيذ بخلي البن انا بيعمل زخارف وهو بيبني نفسها يعني، المبنى نفسه بيتبني بالزخارف بتاعته، مش محتاج اعمل ديكور تاني خالص. فبالتالي بيكون مميز جدا يعني، ويوفر معاه في التكاليف يعني. ده البيت بعد ما انتهى التشطيبات، الواجهه الخارجيه او الواجهه الجنوبيه زي ما احنا شايفينها كده. ده من الداخل صالة المعيشة اللي كنت بتكلم عليها من الداخل، اللي هي قطرها 6 متر ومفتوحة على الدورين، على الدور الأرضي والدور الأول. ودي اللي هي برضك صورة أو لقطة للقبة بتاع صالة المعيشة. وده البيت من الخارج بعد التشطيبات. ده البيت اللي هو في الزهران، ده بعد انتهاء الهيكل الانشائي سنة 96 او 97. ده حاليا بعد ما اتشطب، حاليا وضع البيت ده، البيت ده المتميز فيه ان احنا ما استعملناش اي نوع من المحارة الخارجية، بنينا الطوب، وهو عمل دهانات بسيطة جدا جدا على الطوب نفسه عشان يبقى يعني عازل للمية وكده. فبالتالي هو وفر كتير جدا موضوع المحارة وكده. وعمل طبعا دي الحديقة الأمامية بيقدر يعمل منها أو تعتبر كجلسة، وفيها نافورة، والأرضية حتى بالطوب،
فتبقى التكاليف بتاعته بسيطة جدا. وادي نيجي اول حاجة لقطت عندنا على اللي هو الحش الداخلي زي ما احنا شايفين كده واضح جدا بيتطور كجلسة وفي نفس الوقت تهوية للبيت كله. وفي نفس زي ما احنا شايفين الزخارف زي ما قلت وحدات الإضاءة كلها مصنعة يدويا طبعا والبيت كله مصنع يدويا. وديت عندنا اللي على اليمين ده لقطة للحش من فوق، واللي على الشمال دي لقطة لو أنا داخل الحوش من المدخل الرئيسي زي ما احنا شايفين القبب وكده عليها الإضاءات والزخارف بتاعتها. ده دي صالة المعيشة حوالي قطر القبة ده 7×7 زي ما انا قلت كده. الزخارف الموجودة على اللي هي المؤرنصات يعني الموجودة على اليمين وعلى الشمال دي بتتعمل أثناء البناء، مش محتاج ان انا اعمل لها شدات ولا اي حاجة، لا أثناء البناء بقول للبنا جيب الزاوية ده كذا جيب الطوبة زاويتها كده وبيشتغل بيها يعني في نفس الوقت بدون شدة خشبية وكل حاجة، بس محتاجة طبعا دقة في التنفيذ ويكون البنا محترف يعني زي ما احنا شايفين. هو كنا احنا لما بنعمل البيت زي ما قلت من غير محارة فبالتالي استعملنا الاسمنت الابيض مش الاسمنت الاسود العادي عشان يبان زي ما احنا باين كده في القبة فوق بشكل متميز يعني. ديت القبة قطرها 7 متر وارتفاعها يمكن حوالي 11 متر او 10 متر. ده برضك الصورة ديت من بتبان فيه صالة معيشة بالدور الاول. هذه صالة معيشة وادي المدخل بتاعها اللي هو من تحت من الاسفل وفي صالة معيشة فوق. ده مجلس الرجال زي ما واضح برضك الصورة في الزخارف بتاعتها ديت هي برضك الصورة واضحة الزخارف بتاعتها اللي بتتعمل في الجدار وعلى حتى الشبابيك بتتعمل فيها زي الزخارف كده بحيث تبقى فيها أجزاء بسيطة يعني بين منها يقدر يعمل فيها الديكورات بتاعتها. دي اللي احنا في الخليج بيسموا اللي زي الشبابيك دي بيسموها الروازن. احنا يعني هنا في مصر بنسميها زي أعمال ديكورات. كل ده أنا ببقى عامل حسابه أثناء التنفيذ. عشان كده كنت بقول الصعوبة فيها بيترسم تفصيلية للحيطة دي، كل حيطة ليها تفصيلية شكل. يعني دي ليها مقاسات وليها تفصيلية وعلى اليمين وعلى الشمال برضك مختلفة تماما على الحيطة اللي أمامنا دي. فكل حاجة بتكون متميزة ليها يعني. طبعا دي بتحتاج مجهود كبير جدا أثناء التنفيذ وأثناء التصميم يعني الوضع متعب جدا يعني لازم أكون مع البنا خطوة بخطوة. ما اقدرش اسيبه كده يعني. نيجي على البيت اللي هو الرابع ده برضك في مدينه اسمها سيهات. ده عباره عن برضك دورين وفي قبو او بدروم زي ما واضح في الرسومات المعماريه وعلى ليفل وعلى واضح فيه يعني شكل السقف زي ما احنا شايفين كلها عبارة عن انحناء سواء قباب او تقاطع ابوين او فولت عادي بالسلم حتى السلم من غير خرسانة بيطلع بالطوب بطريقة معينة يعني. ده منظور للبيت اللي هو البيت الرابع في الجراج في الاول خالص اللي على اليمين ده دوت قطاع ايزومتري بيباني الليفل اللي هو اللي فيه زي ما احنا شايفين واضح ازاي الليفل فيه واضح هنا دورين وثلاثة بالطوب الاحمر مفيش عليه ادنى مشكلة يعني. ده الشكل الخارجي بعد انتهاء الهيكل الانشائي يعني زي ما انا قلت هو كله بيبقى فرصة كبيرة الواحد بيقدر يعمل زخارف
الزخارف دي بالطوب وبتبقى ظاهرة الواحد أثناء التنفيذ. طبعا لازم الواحد يعمل لها تفاصيل، كل جزء ده لازم يتعمل له تفاصيل جزء جزء عشان نقدر نحن ننفذ منه ونقول للبنا اشتغل على المقاسات دي كلها. فالشغل بيبقى مرهق شوية أو مرهق كتير يعني. وده طريقة العالمين، طريقة بنا القبة من غير خشب ولا حاجة، شد خشبية يعني، عبارة عن مركز حر في وسط دية القبة. على فكرة القبة اللي بتحمل دور اللي ممكن يشيل عليها دور تاني وتالت، هي بتبقى القبة منخفضة، يبقى ارتفاعها حوالي 40 سنتي بس، بس بتتعمل بطريقة معينة يعني ليها تفاصيل إنشائية تانية. طبعا الإنشائي كله أنا اللي عامله يعني، لأن للأسف المهندسين الإنشائيين ما عندهمش فكرة عن الموضوع ده بتعمل إزاي، أو التحميل بتاعه بيتم إزاي، أو بتشتغل إزاي مع بعض يعني، لأن دي كلها حاجات للأسف يعني ما درسهاش في الكلية يعني. فبالتالي محتاج شوية مجهود شوية عشان الواحد يقدر يوصل له. لحد أنا لقيت إن أسهل حاجة إن أنا أعملها بنفسي يعني، أحسب سمك الجدران والأسقف والحاجات دي كلها. ده البيت بعد ما اتشطبها، هذه البوابة الرئيسية بتاعته، وده الطوب سادة. فيه هنا الطوب السادة دوت بيجي كده، الطوب سادة من غير مش مخصوص ان هو يقبل عليه محارة يعني، فبيطلع شكله حلو جدا، بيتعمل كأنه زخارف طبيعية. غير الطوب اللي بيتبنى بيه بيبقى السطح بتاعه معمول بطريقة معينة بحيث انه يقبل المحارة يعني. دوت لا، السطح بتاعه ناعم جدا واملس بحيث ان هو يكون يظهر، مش محتاج ان انا اعمل عليه اي نوع من التشطيبات، لا محارة ولا اي حاجة. ده البيت هو بعد ما تشطب. طبعا التشطيبات بترجع لجزء كبير جدا لصاحب البيت يعني، ما تبقاش اختيار مني انا يعني، هي بترجع لصاحب البيت. بعد كده في بيت اللي هو الخامس بالقطيف برضو، نفس دورين على ليفل دورين، دي التصميمات بتاعته، وده ايزومتري لي، وادي المساقة الافقية بتاعته، وجهاته، وهذه البيت بعد ما خلص. وحالياً الحمد لله أنه هو صاحب البيت ساكن فيه يعني من أكتر من 20 سنة يعني، الحمد لله كلهم عملوا اللي أنا عملت لهم يعني، كانوا مبسوطين جداً بالبيت نفسه. ده البيت السادس برضك في المنطقة الشرقية، ده التصميم بتاعه، التصميمات المعمارية بتاعته. في برضك حمام سباحة، وفي عبارة عن يعني هو مش حوش يعني، دوت من غير حوش، في حوش خارجي بس بسيط اللي هو فوق حمام السباحة، بس هو على دورين، وعندنا غرفة النوم الرئيسية بتطل على حمام السباحة من فوق يعني، حمام السباحة داخل من تحت غرفة الدور الأرضي. وادي القطاع ايزومتري برضو للبيت، وشايفين تتابع القباب والليفل بتاعها يعني. ده البيت بعد ما خلص، الهيكل الانشائي. ده في بيت كنت انا عامله هنا قلت عليه عند فايت بالإسماعيلية هنا على قناة السويس، دوت يعني المنظور أو الكروكي، المنظور بتاعه سكتش كده بسيط على التدرج بتاعه والكتل، عبارة عن دورين دوت، وفي حوش في المنتصف يعني، وده الشكل بتاعه، وده الهيكل الإنشائي بعد ما خلص، ودي الواجهة بتاعته، وهذا شكل الإنشاء بعد ما خلص. وفي برضه نفس الحكاية
الطوب ده طوب هنا من مصر، كنت بجيبه من القاهرة، مصنع اسمه مصر بريك، بيبيع الطوب اللي هو بيتحمل دوت، اللي هو خاص بالجدران، بالجدران الحاملة يعني، مش طوب عادي يعني. زي ما قلت ادي طريق بنق القبة، في مركز في المنتصف اللي هو المركز الحر، وابني بيه القبة يعني بدون شد خشبية. دي احدى برضك بعد ما اخلص البيت، وانا بعمل في القبة عبارة عن اللي احنا شايفين دي، اللي هي المواسير دي، دي بتتحط اثناء البناء، بعد كده بحط عليها ازاز ملون، بتدي انعكاس لداخل البيت، بتبقى شكلها رائع جدا يعني. وبعدين عملت برضه في القرية السياحية مجموعة من الشاليهات، كل شاليه حوالي 60 متر على دور ونص، ده موجود في الإسماعيلية، أدي رسومات المعمارية بتاعتها على دور ونص، اسمها قرية القوصر، وأدي الشكل بتاعها أثناء التنفيذ، ده كان سنة 2001. بعدين عملت زي اقتراح يعني من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، ادي الاقتراح ده، مجرد كان اقتراح في بيت برضو على مساحة الارض حوالي 400 وشوية، وعلى دورين، وفي حمام سباحة داخلي، وادي شكل ليه كده زي يعني ايزومتري برضو، وبيبين الليفل فيه والمجالس وصالة المعيشة لحمام السباحة في الخلف، وادي ايزومتري فيه ليه بشكل مبسط يعني يوضح الشكل بتاعه عامل ازاي، ودي البساقة الأفقية بتاعته، وادي الواجهات بتاعته، رسمات معمارية. ده كان فيه زي نادي أو مركز بيع يعني، بيسموه هناك مركز بيع، وكان بالشكل دوت زي ما هو واضح هنا كده، كل ده طبعا بيتعمل بالطوب وكده. دي اخر بيت او اخر فيلا او اخر قصر اشتغلت فيه انا، لو انتهى 2017. برضك في فناء كبير، الارض على 1300 متر، الدور الارضي حوالي 600 وشويه، 650 تقريبا، وفي حمام سباحه. في جراشات هنا، وفي غرفه سائق وكده، في الواجهات الرئيسيه بتاعته، وده الشكل الغريب بعد انتهاء الهيكل الانشائي يعني. ده ابواب الجراشات، وفي باب الصغير اللي على الشمال دوت، ده غرفة السائق يعني، وراه قبة المجلس الرجال. ده آخر شغل عملته سنة 2017، ده الشكل الخارجي بتاع البيت أثناء التنفيذ. أهو واضح فيه كل هو شغل الطوب الزخارف بتتعمل أثناء التنفيذ دوت. قبة المجلس حوالي قطرها 5 متر، وارتفاع الأرض حوالي 8 متر، زي ما أنا بقول بتشتغل واحد بيشتغل لوحدها. وكان بيسألونا على التكييف، هي مواسير التكييف هنا بتتحط هنا اللي على الصورة على الشمال دي، وكاسبليتش يونت يعني، ويطلع منه المواسير دي ويتحط فيه الوصلات، والكمبريسور بيبقى موجود فوق على السطح مخفي، ما حدش يشوفه خالص يعني، اذا احتاج يحط تكييف هيحط تكييف، ما احتاجش خلاص. دي هنا القبة اللي هي بتاعت حمام السباحة، مساحة حمام السباحة حوالي 7 في 9، والقبة دي قطرها 7 في 7، قطرها 7 متر بس، من غير شد خشبية ولا حاجة، ومتحملة كلها على الحيطان وعلى الأرشات الجانبية زي ما احنا شايفينها كده،
وتعامله طبعا من غير شد خشبية ولا حاجة، وده المدخل الرئيسي للذخيرة بتاعته، ودوت السلم احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو البداجير. البداجير ده بتقسم لأربع غرف هواء، بحيث ان احنا بيدخل من كل غرفة من دولت بيدخل الهواء وينزل عليه ويسحب الهواء اللي موجود في الحوش اللي هو الهواء البارد. الهواء البارد يطلع والسخن يخش مكانه، فبالتالي بيساعد على يعمل تيار هواء. اهم حاجة تيار الهواء في المناطق الرطوبة العالية فيها زي الخليج كله يعني. عشان كده كانوا في معظم البيوت اللي هي في الخليج وكده، لكن بيحط التكييف وفي نفس الوقت يحط جنبيه مروحة عشان يحرك الهواء، لأن الهواء بيكون تقيل جدا جدا عشان مشاكل بخار المية. في نفس الوقت الذخائر بتاعته زي ما هي واضحة بالصورة دي، هذه هي الزخارف في السلم عادي. دي نيجي على الحاجات المشهورة في المجلات دي سنة 95 في مجلة البناء. بيتكلم فيه عن البيت وعن تصميمه واسلوب تصميمه واسلوب تنفيذه يعني. زي ما قلت هو كان حاجه غريبه وسط الخرسانات والخرسانات والازاز والالومنيوم والحاجات دي كلها، كان بيت شكله غريب يعني، او مجموعه البيوت اللي عملتها كان شكلها غريب ومميز جدا يعني. من البناء السعودي سنة 96. كان مقال اللي هو كان صادر من عندهم عن البيت وعن البيت اللي انا عملتها يعني. دي جريدة الجزيرة بيتكلم برضه عن البيت. بيتكلم عن البيت وعن اللي هو خصائص البيت العربي، ودي اللي هي من مجلة المهندس اللي هي زي نقابة المهندسين عندنا كده، كانت برضك نزلت مقال. وكان فيه في الأهرام كانت نزلنا جزء من المقال. بيتكلم برضك عن البيت، عن الاستخدام المواد الطبيعية واستخدام الطوب بدون استعمال الخرسانة. دي طبعا من وصف مقالات بتاعت الأستاذ إبراهيم حجازي الصفحة بتاعته، اللي أنا الحمد لله حصلت عليها اللي هي جائزة شهادة التقدير والدرع من منظمة العواصم والمدن العربية والإسلامية 2001 سنة 2001. وجاية من الإدارة البيئية جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية سنة 2010 من جامعة الدول العربية. وخدتها من المؤتمرات بس للأسف ما كنتش موجود، وابني هو اللي استلمها عني بالنيابة عني يعني. ديت الجائزة في
في الترشيح لجائزة الأخفان سنة دورة 98-2001 والدورة الثانية 2001 لحد 2004 مرتين وثلاثة يعني ترشيح لأخفان دي لقطات من بعض الصور للبيوت اللي أنا أعمله ده البيت البيت الأول وهذه قبة المدخل وعليها الزخار بتاعتها التشطيبات ده السيراميك اللي احنا قلنا عليه مصنع يدويا كل ده سيراميك بالوان مختلفة مصنع يدويا دي كل سقف غرفة مختلفة عن الغرفة قبلها أو اللي بعدها اللي هو التقاطع الأبوين طبعا التقاطع الأبوين من أجل المعمارية يعني ويتحمل دور واثنين وثلاثة مفيش مشكلة عليه خالص واضح الصورة اللي على الشمال دي المشربيات الشغل بتاع المشربيات الشغل العربي بتاعنا والتفاصيل اللي نقول عليها اللي هي اللي على الجدران اللي هم بيسموها الروازن أو يعني بتعمل فيها بتحط فيها الديكورات أو الزخارف أو بتعمل فيها حاجات معينة جدا ممتازة قوي يعني الديكورات هذه المطبخ مثلا المطبخ بالزخارف بتاعته مختلفة خالص كل غرفة ليها ديكورات مختلفة عن التانية مفيش غرفة شبه التانية أبدا أبدا يعني كلها ليها أشكال مختلفة ده سقف المطبخ الزخارف بتاعته دي اللي هي الدهانات المربين اللي قلت عليها ومن الإضاءات لازم تدرس ويتحط فيه مش أي حاجة مجرد أنا بحط إضاءة وخلاص لا لازم كل حاجة تدرس الدرس بحس بأنك زي على المبان هيضيف جمال ولا لا يعني. مش مجرد أن أنا أحط لمبة ولا نجفة ولا أي حاجة لا الموضوع مش كده خالص الموضوع أن احنا لازم ندرس كل حاجة عشان كده بيبقى متعب جدا الشغل ده يعني. زي ما احنا شايفين هاي الاضاءات ازاي وبيدي انعكاس فين واضحة عليه يعني فمحتاج مجهود شوية يعني في التصميم وفي التنفيذ زي ما احنا شايفين هذه الرجال او الصالون يعني واضح ان في الصور بتاعه المرات والليفل في الليفل بعمل ليفل كتير في البيت كاول بيت يعني فكنت حابب ان انا يعني يبقى فيه ليفل وفيه كل المميزات يعني كل الافكار المعماريه الجميله الواحد اتعلمها من خلال شافه في البيوت هنا القديمه يعني ده البيت الثاني نقطة خارجية توضح طبعا المدخل والملائف اللي هو البداجير ده المدخل اللي احنا قلنا عليه نص قبة بعد الترتيب ده مجلس الرجال قلنا عليه 5 في 8 ودي هنا بقى التفاصيل داخل البيوت ودي هنا بقى ده مدخل الخلفي او الجانبي للمطبخ وانا يعني كنت اخذ فيه بعد انتهاء التشطيبات يعني سنة 2005 ودي حمام السباحة والمكتبة اللي على اليمين دي بتطل على الفناء المفتوح وشكرا إن شاء الله يكون يعني حاجة استفدت منها يعني إن شاء الله يا رب السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لهذه المحاضرة الجميلة التي كانت
خفيفة على القلب. واقعا لدي سؤالان، طبعا أنا لم أرى خرائط ولم أرى تسم، إنما رأيت لوحات فنية جميلة كجمال روحك. السؤال، لكل شيء إيجابيات وهناك أيضا سلبيات، ما هي إيجابيات هكذا نوع من التصاميم الهندسية، وما هي سلبيات إن كانت هناك سلبيات؟ الثاني، وهل تنفع هذه التصاميم في مختلف أنواع البيئة، يعني المكانات الجغرافية، أم هناك أماكن مختصة لهكذا نوع من التصاميم؟ وكل قطعة الشكر وامتنان من حضرتك. الله يبارك فيك. بخصوص التصاميم، طبعا بتصلح أكتر للمناطق الحرة، يعني زي ما موجود بنعمل عندنا في مصر، زي ما احنا موجود عندنا في السعودية أو في الخليج. كان المهندس حسن فتحي كان بنى هناك مسجد بالطين بنفس طريقة البناء ونفس برضك في المناطق الحرة، سواء الحرة الجافة أو الحرة الرطب، يعني الحرة الجافة زي الرياض كده أو الحرة الرطبة زي الخليج. تاني حاجة بالنسبة للعيوب، العيوب بتاعتها إن هو محتاج مهندس أو مهندسين يكون عندهم خلفية لنوعية التصاميم ديت، مش مجرد أي واحد عايز بيت يتميز بالجمال وما يبقاش بيت عادي وبيت فقير، لا بالعكس يقدر يعمل فيه كل حاجة بحيث يضيف عليه جمالات. حتى وكان صغير، مساحته صغيرة، يقدر يضيف عليه جماليات كبيرة. ألو، معك شكرا جزيلا حقيقة، أشكر يعني حسن إصغائك وتجاوبك على السؤال، الله يسلمك. باشمهندسة ديما، باشمهندسة ديما تفضلي. ألو باشمهندسة ديما، حضرتك كان عندك سؤال كنت حابة تعملي مداخلة، لو حضرتك جاهزة اتفضلي مفيش مشكلة، افتحي المايك. إذا أمكن، إذا ديما مش جاهزة، إذا ما أمكن الإجابة على الشات، أسئلة الشات. أوكي مفيش مشكلة، مفيش مشاكل خالص. الباشمهندسة كانت بتسأل هل مدة البنيان أطول من البنيان العادي بالخرسانة؟ لا طبعا بالعكس، يعني احنا عندنا مثلا، لو انا بفترض عندنا مثلا غرفة 5x5 مثلا، الخرسانة مثلا تحتاج شدة خشبية وحديد وصب وكلام ده كله، ممكن تقعد لها مثلا يعني يقول حوالي 3 أسابيع أو حاجة كده يعني، أو شهر يعني. لكن بالنسبة للمباني هو بيعمل القبة في خلال 5 أيام بكثير بيكون مخلص. الفكرة فين؟ إن إحنا بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا على الجدران وعلى المقرنصات وعلى الزخارف، هي دي اللي بتاخد وقت أثناء التنفيذ. يعني مش مجرد مثلا في يوم او يومين. تاني حاجه بيبقى فيها عدد العمال،
بيقدر البيت يخلص بسرعة يعني. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. مرحبا، أنا المهندسة ديما ركابي، سامعني؟ أيوه سامعك. تفضل. ممكن كم سؤال؟ هلا أنا من الشام وأنا أصلاً ساكنة ببيت عربي. تمام. بدي أسألك سؤال عن حمامات السباحة، كيف وفرت العزل اللازم إلها؟ هل الطوب هو مادة عازلة ولا حتى عزل المية يعني؟ عزل، إنه هي إذا حمام سباحة معناتها ممكن ينشر مي أو تعمل أضرار على البنية الإنشائية، ولا كيف يعني كيف فورا عم تحط المي بحمام سباحة مصنوع من الطوب؟ أنا بعزل يعني، أنا بعد ما بعمل الهيكل الإنشائي لحمام السباحة بعزل عليه، بعزل عزل عزل الرطوبة بالممبرين سمك 4 مللي ولا حاجة، فبالتالي استحالت عادي. تاني حاجة بعمل عليه السيراميك، السيراميك طبعا غير نفاذ للمية. ايه تمام، يعني مثل الحديد. وبيسألك هلا شو انواع الاكساء اللي ممكن نحطها فوق الارميد غير دهانات الجدران المغربيه؟ في انواع اكساء ثانيه فينا نحطها؟ كل الانواع الموجوده في السوق، اي سوق يعني. وسؤال ثالث، شو يعني المحاره؟ اللي هي الياسه. يعني قصدك الكلسه البيضاء؟ ايوه اللي هي الياسه، لان بعد ما اشتغل اي مباني بعمل الياسه على الجدران. وبيسألك هلا تقريبا سماكة الجدران إذا عنا مجال 6 متر يعني 6 سنتي، قد إيه تقريبا عم يكون سماكة الجدران؟ طبعا على حسب قوة الطوب وتحمل الطوب، بس غالبا بتبقى في حدود 40 سنتي يعني طوبة ونص. تمام. وبيسأل سؤال، هلا نحن بالجامعة أخذنا المباني التقليدية وعملنا عدة مشاريع، بس كان حصريا يقولوا لنا لازم نعمل السقف إما قبوة أو قبة أو قبوة متصاربة، ما إنه الطوب والطين والحجر على أساس إنه ما فينا نعمل فيهم بلاطة أفقية. ببعض النماذج شفت إنك حضرتك عامل بلاطة أفقية، يعني ما أنا مش عامل أي بلاطة أفقية أبدا أبدا، كلها عبارة عن قبة أو قابو أو يعني فولت أو كروز فولت زي ما أنا وريتك في الصور كده. شفت بالصور في خصوصا في المبنى اللي في إله تحت أبو، كان سقفه مستقيم مو سقفه منحني. لا متهيألك كلها كده زي ما بقول لك كده، يعني إما قابو إما مستقيم، يا إما قابل هو المستمر أنا هجيبها لك حتى في الصور، أو كروز فولت. تمام. وبدي أسألك هلا هي بتحتاج لصيانة دورية مثل مباني الطين العادية، مثل هلا بيتنا عربي بيت لبن، فنحن بنحتاج يعني دوريا نعمل له صيانة للسقف، صيانة للجدران أحيانا من عوامل السقف، هي بتحتاج لصيانة؟ لا خالص، لا نهائي لان احنا او انا بحتاج صيانه اذا كان في حديد، لكن انا ما عنديش حديد خالص. ما عنديش حديد خالص. في ترشيح ميه او حاجه، ده موضوع ثاني يعني. في نفس الوقت حتى لو الميه مش هيأثر على المبنى نهائي يعني. زي ما انا قلت لك كده، في حاجه عندنا احنا في مصر اللي هو نهر النيل بيعدي من حاجه اسمها القناطر. القناطر دي هي عباره عن مبنيه في وسط النيل وبقى لها اكثر من 400 سنه يعني. ما شاء الله. فما فيش عليها مشكله خالص يعني. فزي ما بقول لك اللي احنا عندنا اللي هي ان انا اعمل يعني ما عنديش ولا سقف افقي نهائي يعني، كلها يا قبب يا قبوات يا اما كروت. حتى عايزين اجيب لك في الرسمه، يمكن بالنموذج الثاني او الثالث يمكن كان في هيك بالرسمه بيجوز انا فكرتها.
وتقريبا التكلفة أي بيقدم أكثر، مباني الإسمنت البيتون المسلح ولا مباني الطوب؟ لا لا خلاص مفيش، ما يعني انا بعمل المصنع عشان اطلع للدور الثاني اعمل ايه؟ ببني الدور الارضي عباره عن قبه او فولت او كروس فولت زي ما احنا قلنا كده. بعد كده بعمل تسويه الليفل، تسويه الليفل دي بكسر الطوب الصغير، وبعد كده اصب خرسانه عاديه كارضيه خفيفه 5 سنتي عشان اقدر اركب عليها البلاط اللي فوق. اي تمام. شاف الرسمه اللي انا حاطها ولا مش شايفها؟ بلى. هو هلا هي هون هي مو سقف افقيه اللي باينه، اللي تحت في حمام سباحه صغير وفوق منه سقف مستقيم ولا سقف منحني؟ هذا مو افقي؟ ده منحني لتحت، ده القبة المنحني اللي فوق. لا مش منحني، فلات عادي جدا يعني. اي تمام. أرضية عادية خلاص زي ما بشتغل في أي بيت. تمام. بس كده. هي أسئلة ثانية؟ لا تمام، سلم إيديك. الله يبارك فيك، شكرا شكرا. في اسئله من الشات برضه يا باشمهندس، هل يتناسب النظام ده مع واجهات الزجاج الكبيره اللي هي النوافذ يعني؟ لا طبعا لا يتناسب خالص، لان هو احنا التصميم اساسا ان هو المناطق الحاره لازم تكون النوافذ صغيره جدا وضيقه قوي، لكن عشان ما تدخلش الحراره ولا تدخل الشمس ولا الكلام ده كله، ويكون سمك الجدار يكون سميك عشان يكون عازل للحراره يعني. فانا ما اجيش اعمل مثلا الجدار سميك وفي الاخر احط على الازاز او اعمل نوافذ كبيره اصلا، يبقى انا عكست، ما استفدتش من وجود الطوب يعني. طيب هل يقتصر اللون على اللون الأحمر أم يمكن استخدام ألوان أخرى؟ لا ده الهيكل الإنشائي، وبعد كده تعمل البيت زي ما أنت عايز، أي لون عايز تعمله، أبيض تعمله أصفر أي لون زي ما أنت عايز، لكن ده الطوب الأحمر اللي هو الطيني، الطين المحروق اللي هو ده الطين المحروق. طيب ما هي أوجه الاختلاف عن طريقة المعماري حسن فتحي يعني؟ أوجه الاختلاف إن أنا أول حاجة بستعمل مادة تقدر تعيش مئات السنين، والنقطة الثانية إن أنا بعمل دورين وثلاثة بدون إن أنا أستعمل أي نوع مادة ثانية غير الطوب الاحمر الفخار. يعني المهندس حسن فتحي وحتى واحد الوكيل لما كان بيعمل الدور الثاني في المساجد كان بيخلي السقف خرسانه. انا لا، انا بالنسبه لي بعمل طوب. هل يسمح بعمل سرداب مع دورين بالاعلى؟ ايوه انا عامل كده، انا منفذ بيت كده. هل تصميم البيت الداخلي يجب ان يكون باقواس؟ اه لازم يكون اقواس. هل يمكن ادخال العنصر الحديث في التصميم الداخلي للمنزل؟ ايه يعني؟ لو يمكن حضرتك عايز تفسير اكتر عن السؤال يعني؟ بمعنى يعني ايه العناصر الحديث اللي انا عايز اضيفه على البيت؟ يعني
ياسين لو تكتب تفسير اكتر على السؤال معلش. يعني انا البيت انا عندي في يعني حديث طبعا سنة 2017 وفي مية وفي كهرباء وفي تكييف وفي داتا سيستم كاميرات موجودة. يعني ايه التاني الحديث يعني؟ نسبة التسميات الحديثة واجهة كبيرة زي زجاجية لدخول الشمس، بس أعتقد هو ضعيف برضه، هو في دي في المناطق الحارة زي ما حضرتك قلت، فمش هينفع نعمل واجهات كبيرة زجاجية يعني. لا ما ينفعش، هي من مواصفات المناطق في أو البيوت في المساكن الحارة لازم يكون في تكون شبابيك صغيرة وعليها المشربيات، عليها المشربيات دي عشان تمنع دخول الحرارة وفي نفس إضاءة الشمس الرهيبة اللي بره. طيب في سؤال تاني حضرتك يا باشمهندس، في بالنسبة للنوافذ والفتحات الموجودة في القبة وكذلك أعلى السقف، هل هي مفتوحة دائما؟ لا مقفولة، بس هي مجرد على زجاج ملون. الزجاج الملون دوت بيعكس الإنارة داخل البيت. طيب هل تعمل على الملقف في العمارة كما هو الحال في المباني الموجودة في المناخ الحار؟ بمعنى ايه؟ لو في يا ريت تفسير أكتر عن السؤال بعد إذنكم. ممكن بس تعليق على الأسئلة؟ تمام اتفضلي يا باشمهندس. تفضلي. مهندس أنا قصدي التصميم الحديث، القصد إن إحنا بنعمل للحوش، الفكرة إن إحنا عاوزين الممرات والتطل على الحوش لكن زجاجية، يعني في أوقات إحنا نحتاج نكون نفتح هذا، يعني مثلا الإن الأوت على الإن، يعني يسمونه الداخل على الخارج، يعني نفتح ايوه الزجاج فيصير كأن احنا في الهواء الطلق، الهواء الطبيعي يعني، ايوه ونقدر نسكرهم في حال الجو اللي يكون حار. ما فيش مشكلة، يعني بس هذا قصدي التصاميم الحديثة، يعني داخليا الواجهات تكون كلها تكون غالبا تكون زجاجية وفي بعضها تكون مفتوحة على حسب التصميم. ما فيش مشكلة بس لازم يكون التصميم بتاع النافذة دي او الجزء المفتوح على الحوش لازم يكون مناسب للتصميم العام، مش مجرد ان انا بس حاجة احطها بس، يعني لازم أكيد يكون مناسب ليها. لو انا عايز افتح الازاز عشان استمتع بالهواء الخارجي في الحوش مفيش مشكلة، عايز اقفله في تراب ولا في حاجة خلاص اقفل. والباجات الزجاجية الخارجية لازم تكون أيضا يعني صغيرة بالحجم، صحيح احنا نتكلم عن الشمس قوية، لكن إذا كان مراعاة اتجاه الشمس شرقية أو غربية أو أيا كان على حسب يعني موقع البيت، فهل يسمح لي مثلا إني أعمل واجهات كبيرة في بعض جوانب البيت تكون الخارجية أنا قصدي؟ احنا قلنا اللي هي الشبابيك الكبيره ما ينفعش اعملها لان هتدخل لي حراره بغض النظر، حتى لو صحيح الازاز بس ازاز عازل او كده برضه هتدخل لي حراره. وجود التكييف في البيت يعني في الجهه اللي فيها هذه النوافذ الكبيره ما تساعد؟ ما هي تساعد، بس انا مش يعني انا ما ينفعش يعني اصمم بيت عشان في الاخر احط فيه كميه تكييف زي بيت الخرسانه، يبقى انا ما استفدتش حاجه، صرفت فلوس على الفاضي يعني. هو صحيح كلامك، بس هو القصد ان احنا يعني الهدف دخول الشمس والشراحه، يعني شراحه اللي تدخل في البيت،
مشكلة النوافذ الصغيرة أن كمية الشمس اللي تدخل تكون الإضاءة، أنا قصدي يعني مش حرارة الشمس لكن الإضاءة بشكل عام تكون قليلة يعني. فحتى يعني النوافذ اللي أنا أعملها عرضها حوالي 75 سنتي، لو أنت هتشوفي كمية الشمس الداخلة جوه البيت يعني هتذهلي صراحة يعني، لأن كمية سطوع الشمس عالية جدا يعني. اوكي يعطيك العافية مهندس. الله يبارك فيك. كان في سؤال يا باشمهندس عن الملقف، في توضيح هو الملقف وعنصر من عناصر العمارة المحلية، هل هذه الفتحات تعمل نفس عمل الملقف؟ بالظبط كده، بس هو المشكلة في الخليج الهواء بيجي من اربع اتجاهات مش بيجي من اتجاه واحد زي عندنا في مصر. يعني عندنا في مصر الرياح شماليه غربيه، هناك لا في الخليج لا، فعشان كده هم اخترعوا اللي هو البداجير اللي هو بيتفتح من اربع جهات حسب اتجاه الهواء بيدخل الهواء، عشان كده معمول اربع غرف للهواء. تمام. طيب ازاي اقدر اعرف ان الاضاءه مناسبه او لا كتصميم او انعكاس او تاثير على ماده الاثر والمبنى؟ يعني ايه الاضاءه مناسبه؟ اضاءه خارجيه يعني تبقى داخل البيت مش عارف. اعتقد الاضاءه الداخليه للبيت. ما انا بعمل الاضاءه الداخليه على حسب أعمال الديكورات بتاعتها يعني. أنا زي ما كده وريتك في الصور اللي هي بتبقى الإضاءة من أعمال الديكور مش مجرد إضاءة حاططها خلاص كده يعني زي الصور كده اللي على اليمين عندي واضحة جدا، شاف الإضاءة بتاعتها عاملة إزاي يعني. أنا عايز أزود إضاءة أزود إضاءة، لكن المشكله في الطراز دوت او في الطراز الشرقي ما ينفعش فيه اجيب طراز امريكاني مثلا واحط فيه سواء من حيث الفرش او الاضاءه او الحاجات دي مش هيمشي يعني. زي ما انت شايف كده صوره مجلس الرجال الكنب نفسه مختلف يعني، ما ينفعش اجيب الطراز الامريكاني بطريقه معينه واحط فيها مش هيناسب يعني. تمام يا باشمهندس جزاكم الله خير. طيب ازاي اقدر اتعلم الطريقه دي في البناء واقدر اجيب واحسب الاحمال وازاي اعمل فريق عمل او مين احسن عماله لهذه الطريقه؟ والله الموضوع بقى ده طويل شويه وبيحتاج يعني بحث كتير قوي واشوف الكود اللي انا اشتغل بيه سواء الكود المصري طبعا وفي الكود الانجليزي اللي هو الخاص بالمباني الطوب، فلازم افتح الحاجات دي واطلع على الحاجات الموجوده في التاريخ زي ما احنا كده موجود الموجوده عندنا في مصر وفي الشام وموجوده في مثلا في فلسطين وكده كل الحاجات دي، لان هم كانوا قبل اختراع الخرسانه كان كل شغل بالطوب وبالحجر، فالتاريخ كله بالطوب وبالحجر، فيعني محتاج ان انا اتعلم منهم من الحاجات الموجودة عندنا وفي الاخر اطورها لبناء على الحالة العصرية الحديثة. طب يعني حضرتك ترشح اي مرجع معين مثلا ان احنا نتعلم منه؟ زي ما بقول لك كده، في اللي هو الكود المصري للطوب اللي بيبني بالطوب وفي الكود الانجليزي ممكن برضه الواحد، لان طبعا الانجليز متميزين في شغل الطوب قوي يعني. ازاي اعمل جدار ورص الطوب ازاي كده يعني، ومحتاج الاسمنت ده ازاي نسبته قد ايه بالنسبه للرمل، كل الحاجات دي عشان يتعلم الواحد يعني. ناس تمام جزاكم الله خير يا باشمهندس. الله يبارك. في سؤال معلش كمان، التركيبات الفنيه في المباني دي تختلف ازاي عن اي مبنى خرساني؟
زي ما انا قلت كده النقط النمره واحد ان هو بتفرق من حيث الاستثمار المباني. يعني انا ببني المبنى الخرسانه بعد 50 سنه او 100 سنه البيت ده بينهار نتيجه العوامل الجويه اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن البيت الطوب ده بيقعد معاك الى ما شاء الله. تاني حاجه فواتير الاستهلاك بتاعت الكهرباء بتقل زي ما انا قلت كده حوالي 60%، دي نمره 2. نمره 3 بعد اللي انا الممارسه اللي انا عملتها في البيوت او في البيوت الطوب لقيتها ما بتفرقش قوي الا بنسبه حوالي 10% او 20%. طبعا في ناس مثلا هتقول لي مثلا سعر المتر دلوقتي المباني مثلا في السعوديه يمكن حتى بالتشطيبات مثلا ب 1500 ريال. ايوه بس يعني ده حاجه متميزه، ده حاجه متميزه خالص في كل حاجه يعني. فما ينفعش اقارن بين مباني الطوب ومباني الخرسانه، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. زي مثلا ما ينفعش اقارن من عربيه مرسيدس بعربيه سيت ولا هونداي ولا دي حاجه ودي حاجه. تمام باشمهندس امير بيشكر حضرتك جدا. ارجو وممكن اتفضل دكتور تسمحوا لي. تفضل. طبعا انا نسيت ان الشكر موصول للقائمين على هذه المحاضره ايضا. استاذنا الفاضل ارجو ان تدلني اي المصادر افضل في تنوع الاشكال الهندسيه بالنسبه للتصاميم الشرقيه الاسلاميه. هناك الان كثير من التصاميم في داخل كل صوره اشاهدها الان اثناء تحرك حضرتك من لوحه الى اخرى اجد هناك تصاميم اسلاميه، ونحن نعلم تختلف هذه الاشكال من بيئه الى بيئه ومن عصر الى عصر، يعني العصر الاندلسي وغيره وغيره وغيره، الى الان تتباين هذه الاشكال فيما بينها. اي المصادر ممكن ان اجدها غنيه بهذه الاشكال؟ والله هي كل الاعتماد الاساسي على البيوت الشرقيه او البيوت العربيه اللي موجوده كانت عندنا في مصر. لكن طبعا انا عملت انا مزيج يعني ما بين الحاجات الموجوده عندنا في مصر والحاجات الموجوده مثلا في الشام او في المغرب. لكن مثلا اشكال الاقواس ديت معظمها مصري. معظم الستايل مصري يعني. لاحظت الكثير من الفن المغربي ايضا، يعني كان في لوحاتك طابع ظاهر وبارز ايضا، كثير في من التصاميم وجدت هذا الشيء بارزا عندك. بالضبط كده بقول لك، لان الواحد اطلع على العماره اللي هي الموجوده عندهم وعارف مواطن الجمال ازاي تعملها، وممكن تستفيد منها في المباني في العصر الحديث. جميل. للاسف احنا اليوم بدا المجتمع يغادر هكذا يعني خرائط، وهذه الخرائط هي تراث، طبعا حقيقه هي تراث فني جميل فيه شيء من حتى الفكر الذكيه. يعني الان لاحظت قضيه التهويه وقضيه الامور هاي الصحيه اللي دخول صحيح. الشمس للاسف الشديد اليوم المجتمع يميل الى الخرائط الغربيه اكثر من هاي، ما هو للاسف الشديد الخرائط اللي هي اجدادنا حاولوا ان يدرسوا كل سنتيمتر وكل شبر فيها. صحيح ولاحظ الان كل شبر وكل مكان الان انت في الشيء مدروس من حيث دخول الشمس، قضيه البروده والحراره، قضيه يعني اشياء كثيره. صحيح. وطبعا ارجو ان لا اكون اثقلت عليكم استاذنا الفاضل، شكرا لك كثيرا والشكر موصول لجميع القائمين. يعني برضه دي عشان تبقى عارف، للاسف يعني المهندسين المعماريين الاجانب لما بيشتغلوا في المنطقه العربيه بيبقوا عارفين العوامل او القيم الجماليه الموجوده عندنا وبيعملوها بطريقه ممتازه جدا جدا جدا. وفي بيوت ومباني كتيره معمولة بناء على الأسس اللي أنا بتكلم عليها دي، بس للأسف مهندسين العرب ما أعرفش ما يعني بيكرهوا التاريخ بتاعهم. مش عارف يعني لو حبذا لو يزوجون على الأقل بين هذه يعني التراث وبين الواقع حتى يطلع في الشكل جميل جديد عصري. صحيح حافظ على التراث القديم وبنفس الوقت يعني
يعني اكو فد جده في العمل. صحيح 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 كلامك صحيح. شكرا لك ووفقت لكل خير. شكرا لك اخوك الدكتور برغام علي. الله يبارك فيك. شكرا. الله يسلمك. انا الاسعد. الله يسلمكم. باشمهندس امير بيشكر حضرتك يا باشمهندس وبيقول لحضرتك ايهما اقوى انشائيا الطوب الطيني ام الطوب اعتقد الطفل اللي هو رامد ايرث؟ لا هو الطوب اللي انا بشتغل بيه هو الطوب الطفلي اللي هو المحروق. الحرق بتاع الطوب ده بيتحرق على حوالي يمكن 1000 او 1500 درجه فبيدي صلابه للطوب محدش يقدر يتخيلها. يعني الناس اللي بتشتغل في البيت ده بعد كده زي اعمال الكهرباء عشان يوصل يعني مفتاح او بريزة او كده ولازم يكسر في الجدار شوية بيعاني معاناة غير عادية لان صلب جدا جدا. الطوب نفسه صلب جدا سواء الموجود في السعودية او في مصر صلب جدا. يعني طيب في سؤال يا باشمهندس ما طبيعه الاساس يعني اللي هو الاساس اللي تحت الارض لان نوع من المباني بيكون تقيل. ممتاز السؤال ده. في نوعين عندنا من الاساسات. الاساس اللي هي المناطق فيها التربه ضعيفه زي المناطق اللي انا اشتغلت فيها في القطيف اللي هي عباره عن ردم بحر فبالتالي لما اجي احفر بلاقي الميه بعد متر على طول. فأنا بستخدم هنا اللبشة اللي هي تحت البيت كله. اللبشة في حدود مثلا 25 سنتي أو 30 بعملها تحت البيت كله عشان ما يبقاش فيه هبوط للمباني. اللبشة وبعدين ببني عليها عادي. بالنسبة في البيت اللي أنا عامله للزهران دوت باني على صخر فباني على الصخر مباشرة مش محتاج أعمل قواعد. فلو الارض صلبه بشتغل مباشره لكن لو الارض محتاجه اعمل اساسات بعمل على لبش. جزاكم الله خير يا باشمهندس. في سؤال برضه في ممكن بعض التفاصيل عن الطوب أو هل يمكن استخدام نفس نوع الحوائط والقباب ولا كل عنصر له نوع مختلف من الطوب؟ برضه بس ده سؤال رائع. لا الحقيقة يعني الأساسات ليها طوب، الجدران ليها طوب، الأرشات والأقواس ليها طوب، القباب ليها طوب، جميع الأسقف اللي هي الفولت أو كروس فولت بيبقى خاصة الكروس فولت يعني بيبقى ليها طوب صغير التحمل بتاعه بيبقى عالي جدا فوق ال 175 بيبقى حوالي 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. تمام يا باشمهندس. في سؤال برضو ما المقصود بعمل تسويه في الدور الثاني؟ يعني معنى ذلك عمل قبه مثلا في الدور الارضي ثم ردمها وجعلها مستويه وعمل غرفه فوق القبه؟ يعني أنا عندي حيطة 5x5 تمام بعمل فيها قبة منخفضة ارتفاعها حوالي 40 سنتي. الأركان بتاعت القبة دي بتبقى كلها فراغات عشان دائرية فبالتالي بملاها بكسر الطوب اللي هو بيكسر أثناء التنفيذ. بعد كده عشان أساوي الأرضية أحط عليها طوب أو سيراميك أو أرضية خشب فلازم محتاج تبقى الارض تكون مستويه. فبعمل ايه؟ بعمل صبه خرسانه عاديه صغيره جدا 5 سنتي عشان دي اللي هيمشي عليها مواسير الكهرباء ولو في توصيلات الميه او توصيلات الصرف بتاع التكييف. وبعد كده اردم عليها الرمل واحط بقى البلاط العادي اي نوع من البلاط. طيب سؤال يا باشمهندس هل تصميم المنازل دي مستقبلا قابل للتعدد؟ يعني لو في حيطه محتاجين نعمل فيها مثلا فتحات باعتبارها عنصر انشائي ينفع ولا لا؟ لا لازم اكون باني في البدايه وعارف ان انا هعمل اكستنشن. يعني لازم اعمل لها تمديد. بمعنى ايه؟
لو انا عندي حيطه وعارف ان انا بعد كم سنه هفتح ممكن اعمل غرفه ثانيه، فاروح اعمل ارش او قوس داخل الفتحه دي داخل الحيطه يعني، عشان بعد كده اكسر اللي هو تحت القرش وافتح على بعض. لكن ما اقدرش افتح وهو وانا مش عامل حسابه، هتلاقي الجدار كله وقع. طيب سؤال يا باشمهندس، هل مع وجود الاحواش والفتح والفتحات يعني عليها يمكن هناك تحكم بدخول الحشرات او القوارض ولا مش هينفع؟ لا، لو انا قفلت بقى من فوق مثلا بالزجاج او بلاستيك او اي شيء يعني خلاص يبقى مش هتخش حاجه. بس يعني طبعا لو انا في ناس من البيوت اللي انا عملتها خلوها زي ما هي وما حصلتش حاجه يعني، ما فيش حاجه عدت يعني. تمام، هو كده الأسئلة انتهت يا باشمهندس. لو في أي سؤال أو في أي حد حابب يعمل مداخلة مع باشمهندس قبل ما نخلص يعني، باشمهندس جزاه الله خيرا يعني، بصراحة جاوب على كل الأسئلة، وأسئلة كانت كتيرة جدا وممتعة جدا الصراحة. الله يبارك فيك. في سؤال إنشائي يا باشمهندس، هل المبنى مجزأ إنشائيا إلى وحدات رئيسية وأجزاء وأجزاء داعمة؟ لا، هو اللي هي الحوائط الحامله، احنا عندنا في المباني العاديه الخرسانه الاعمده هي اللي بتشيل السقف لان بيحصل عليها تركيز احمال، لكن الحيطه المستمره هي اللي بتشيل كل حاجه، الحيطه اللي فيها ومع السقف عليها. بس طبعا دي محتاجه دراسه انشائيه، بيبقى حد عارف ازاي السقف بيشتغل وازاي القبه بتشتغل والقوه الفورسز بتاعتها بتتحرك ازاي. الو، لا يا باشمهندس، هل في اي سؤال؟ في برضه ملحوظه بسيطه يعني، عفوا، اذا حد يعمل قبه خرسانه يعني، حد حاب يعمل الشكل المعماري ده بالخرسان هيبقى مكلف جدا جدا جدا، لان القبة محتاجة تعمل لها شد خشب وتصبها وتعمل لها حديد، مكلف جدا جدا. زي ما انا قلت كده، ده القبة دي في خلال 5 ايام بتخلص من غير شد خشبها، فبالتالي بتكون التكاليف بسيطة قوي. زي ما قلت، بستعمل بس طوب واسمنت ورب من اول بيت لحد نهايته. ممكن سؤال؟ الو، ممكن اسال سؤال؟ تفضل. نحن وقت اخذنا في الجامعه عن المباني التقليديه كنا نعمل كل مثلا 120 سنتي نعمل فاصل خشبي، يعني نعمل طوبات الطين، بس طين مو ارمين مثل حضرتك. هون في فاصل خشبي؟ لا خالص، فيش البيت زي ما انا وريتك، الهيكل الانشائي ما فيهوش فيه لا خشب ولا حديد ولا اي حاجه، مجرد طوب في طوب، راس طوب طبعا بطريقه معينه زي ما واضحه في الصوره كده، راس طوب. بس في طبعا انواع كتيله لصف الطوب، يعني في حاجه اسمها الرباط الانجليزي والرباط الفلامنكي، في انواع كتيره يعني، فبالتالي هو ده بيربط كله مع بعض، كله ده بيتربط مع بعض غير الخرسانه خالص. الخرسانه انا لو انا ممكن كسرت عمود او اتنين ممكن البيت ينهار، دوت لا نهائي يعني. طيب وين فينا نتعلم من الحسابات الانشائيه للعماره هي؟ قلت لنا ما بتتعلم بالجامعات، وين فينا نتعلمه؟ ما للاسف ما حدش بيعلمها في جامعاتنا خالص خالص للاسف يعني، فلازم حد هو يدور بنفسه يعني للاسف يعني.
في سؤال يا باشمهندس، هل هناك يعني هل شهدت هذا التوجه الشعبية في تلك المنطقة؟ يعني هل تم تكرار التجربة في مكاتب أخرى؟ لا، لان يعني انا الوحيد اللي كنت بصمم وانفذ النوعيه دي من البيوت في المنطقه الشرقيه كلها من سنه 93 لحد 2007. انا الوحيد اللي كنت بصمم وبنفذ، لان هو للاسف زي ما احنا قلنا هي ما حدش بيدرس النوعيه دي في الجامعات، فما حدش يقدر يدخل فيها الا اذا كان فاهم، لان طبعا مسؤوليه كبيره، مسؤولية كبيرة، الناس هتعيش جوه يعني، فما ينفعش ان انا اغامر بحاجة زي كده يعني. تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس. هو الأسئلة كده خلصت. في سؤال أخير يا باشمهندس معلش، في هل ممكن حضرتك تعمل كورس عن ال عن 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 هذا النوع يعني؟ ممكن، مفيش مانع يعني، بالتعاون معاكم او كده باي طريقه ممكن نعمل كورسات، مفيش مشكله. هو واضح إن في يعني إقبال كبير جدا على الموضوع ده يا باشمهندس بصراحة يعني. واحنا الله، طبعا شرفنا يا باشمهندس يعني التعاون مع حضرتك بأيا كان يعني أيا كان نوعه يعني. ان شاء الله. انا بقول لك احنا حاضرين معاك يعني اي حاجه، ونقدر نرتبها مع بعض وان شاء الله نعملها يعني، لأن الموضوع كبير قوي وفيه تفاصيل كتير قوي، فلازم يتاخد جزء جزء. حتى التصميم، الرسومات بتاعت التصميم المعماري ليها طريقة معينة، مش زي الطريقة العادية. أنا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس وجزاكم الله الله يبارك خير. فيك، الله يبارك فيك، يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الو، ايوه باشمهندس مع حضرتك. دلوقتي لو انا انت احنا سجلنا، المحاضرة مسجلة. طب لو تبعت لي بس لو تكرمت الرابط يعني. تمام، مفيش مشكلة. حاضر يا باشمهندس، مفيش مشكلة ماشي، خالص. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.